السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه مزيانه. عواشركم مبروكه والله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه واللي كتمنوها ان شاء الله. اليوم جبنا لكم واحد القصه من دوار ازلفان، واحد المنطقه اللي هي نائيه بزاف وعندهم الزواج بحال البيع والشراء، منطقه اللي ما فيهاش منطقه نائيه وثقافتها هي الزواج في 13 سنه. ومع الاسف ان هذا الشيء لازال، احنا وصلنا معصفين ومازالين تلفين غير مع زواج القاصرات. الله يجزيكم بالخير. لله ولوجه الله ولوجه رسول الله أتوجه إليكم في هذه الأيام المباركة عند الله. بغتاجيو هذه القصة، راه كيف كنعرفوا نتعاملوا مع الفضيحة، والفضيحة كتعرف دير البوز. احنا ما بغيناش الفضيحة، احنا ما كنمسوش أعراض الناس، احنا بغينا الفائدة والعبرة تعم، بغينا الفائدة للناس. احنا اللي كندويو ماشي ملائكة، وكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابين، ولكن كنتمنى ان الفائدة تعم من خلال قصة غناخدو منها ان هاد الانسانة كاين فيها واحد الاخطاء، هذاك الانسان غلط في واحد الحاجة اللي انا وانت وغيري يتفاداهم. الله يجزيكم بالخير، بارطاجيو معنا هاد القصة، منكونوش منخليوش راسنا شعب اللي كيعرف يتعامل غير مع الفضيحة. احنا الشعب اللي كنعرفوا نتعاملوا مع القصة، الشعب اللي كنعرفوا نتعاملوا مع الحوايج اللي هي مزيانة، شعب اللي متضامن، شعب اللي نقي، شعب اللي كيتضرب به المثل. وباش ما نطولش عليكم نبداو في القصة ديالنا، كنتمنى منكم المساندة. اسمي فوكس، عمري 30 سنة، أم لأربعة الوليدات. تزوجت أول زواج ملي كانت عندي 13 عام. الدنيا ببال السوق، كان عندنا هاد السوق بحال الموسم، بلا ري بلا شوار، كنتزوجو بحال البهيمة، حط فلوس صداق وجر المرأة. أنا الثاني واحد من المنطقة تزوج بيا مدة شهر ونص، حملت معاه وهي حملت هرب الدوار. قال لي انا ما قدت على مصروف ولا على ولاد، كان قد غير باش يتزوج، ما كانش عندي معاه العقد، ما كانت عندي معاه لا ورقة لا حتى حاجة، حتى تصاور هما الاخرين ما كناش دايرينهم، ولا كاع الرجال اللي في الدوار طامعين فيا من مور بولت. كلشي بقى ياكل لحمي، كلشي بحال الهيوش. خرجت من الدوار، رحت لكازا حيت منين نوشح رحت عند با مبغا شي يشدني، قال لي انا ما ترجع عندي ما تطلق، برغم من انه هو اللي كان سبابي. قلت ما كاين بس فوت امري الله، وطلعت لكازا قلت نخدم. هاي هي في فوكس، والخدمه ما لقاوها شي حتى صحاب الشواهد اللي يقراو في الجامعه. عاد انا كنت جالسه مع واحد المراه كانت شيخه، كدير العيطة وكتخدم في الفرح، وتعرفت على واحد الكوامانجي وعدني بالزواج. جلست معاه 4 سنين وقعدني غايدير معايا العقد، و5 سنين وانا قعدت عندو بحال شي خدامة. اليوم غايدير لي العقد، حتى غايدير لي العقد، حملت معاه هو كان غايضحك عليا، عارفني حبلت مبقاش يباعيني. خلى لي داك البيت اللي كانت تسكنني فيه ومشى، كان غير يضحك عليا، زادني كرش وحده اخرى وهربوا عليا. وحتى المره اللي كانت كنخدم معاها وكانت تعاوني ما بقاتش باغا، شافت فوق البلاد وما بقاتش باغا. وليت نعس في الزنقه حيت مولات الكراك جرات عليا، ما عنديش باش نخلصها. وليت كنعس في الزنقه وناكل في الزنقه. وليداتي حتايا، واحد السيد كان عنده سناك، كان طلبته دايما كان كيعطيني ناكل، كنت كنجلس حداه. دخلني عندو الكراج باش نجلس فيه، ولكن ما كاين حتى حاجة لوجه الله. دخلني عندو وبعد تعدى عليا، قلت معاه توام، وقال لي انا ما غاديش نسمح فيك، وهو مزوج وخلاني عايشة في الكراج. ودابا انا عندي 4 ديال الوليدات،
انا بغيت نوصل رسالتي للبرنامج باش يعاونوني بالدعاء وربي يفرج عليا، حيت انا ما عرفتش واش انا هي الضحية ولا ولادي هما اللي ضحية، واش كل مجرم، واش الراجل اللي تزوج بيا ولا با اللي سمح فيا، انا ما عرفتش. والرسالة اللي جيت نوصلها في البرنامج، ما تزوجوش ولادكم صغار، وحتى لا تزوجات المرأة تعرف راسها من غد تزوج، حيث من بعد الطلاق كتكون معاناة صعيبة وكتولي المرأة ضحية وفريسة لأي راجل، وما نقولوش عليها راجل، قولوا عليه ذكر، لأن الرجولة بحر والعوامة قلال. كانت معاكم، هذه هي القصة ديال زافوكت. هذه القصة تعودت لنا باش نشرحوها وحنا درنا لها الترجمة، ويمكن نعود نسلوها لكم باش نشرحوها. قصة اللي هي مؤثرة بزاف. كنتمنى منكم أن هذه القصة تبارطاجيوها بزاف، لله ولوجه الله تبارطاجيو القصة. سي با فاسيل أن الإنسان يكون عايش ظروف بحال هادي، حنا باش كنكونو كنسمعو مكنقدروش نلمسو المعاناة. السمع أو النظرة مكتخليناش نلمسو، وما في يدينا إلا الدعاء، وكيف كنعرفو دائما نوصلو الفضايح نديرو بهم البوز على أعراض الناس. علاش منديروش البوز ونخليو الفائدة تعم ونصحيو الضمائر اللي هي ميتة عند بعض الناس؟ علاش غادي ندير ب20,000 مشترك ولا 100,000 مشترك ولا 400,000 مشترك وانا كنهضر في احراج الناس؟ السلام، عيدكم مبارك. اسرت البرنامج الو حمادة، هذا سي وراغ القصة ينو، وخص خشاتي حرامين ادمرشن تمزيانين اشنو مش كيغنش. وتيش نشال والدين تمزيانين، يتوقع المشاكل، يتوقع التصن الحوايج، وشكرا. اللهم خذ همي وهم من أحب، وذنبي وذنب من أحب، وتعبي وتعب من أحب، وسعد قلبي وقلب من أحب، فإني أحببته فيك ولوجهك الكريم أحببته في الله. اللهم اجعلنا ممن تغيرت أحوالهم للأفضل، ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. لا تصعب علينا أمرا، احفظ لي أهلي وأحبابي والقريبون مني والبعيدون عن عيني، ولا تفجعني بفقدانهم يا رب العالمين، إنك خير الحافظين. كان معكم حمد القرشي في برنامج ألو حمادة على اليوتيوب.